في عهد المأمون كان هنالك رجل يقال له عمران المتكلم، هذا كان وحيداً في موقعه العلمي، وأي واحد ما كان يثبت له في الجدل والمناقش، كان يطوف ويثير الشبهات في وجود الله تعالى. إذا الشاب اعتقد الله ماكو، يعني كل شيء انتهى، بعد عبادة ماكو، حج ماكو، أخلاق ماكو، أحكام ماكو، كل شيء ينتهي. أنتوا الآن راجعوا البحار، اقروا الشبهات اللي أثارها عمران. يمكن شهر يحتاج واحد يطالع حتى يفهم هذا شنو دايق. وأجوبة الإمام صلوات الله عليه، اللي في نهاية الأمر حضر وقت الصلاة، الإمام قال نقوم ونصلي، قال أمهلني يا مولاي فقد رق قلبي، قلبي دايلين. الإمام قال نصلي بعدين نجي. ثم جاء الإمام بعد الصلاة وبحث معه، فخر عمران ساجدا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبعدين اللطيف، هذا عمران تحول إلى واحد من أكبر المدافعين عن الألوهية والنبوة. كان يروح على المتكلمين ويبحث وياه، ما كانوا يتمكنون يبحثون وياه، حتى أخذ المتكلمون يفرون منه.